السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في عنواننا الأول: مياه الأمطار تغرق شوارع ومناطق كثيرة من العراق والأهالي يشتكون. في عنواننا الثاني: انهيار الخدمات ينعكس على الواقع التعليمي في العراق ومعاناة للطلبة في الذهاب للمدارس. ولدينا في عنواننا الثالث: نفوق الأسماك في العراق يهدد الثروة السمكية وتفسخها يهدد البيئة. وأيضا لدينا ضمن عناويننا لهذا اليوم: حالات انتحار مستمرة ومتزايدة في العراق بسبب الظروف المختلفة والقاسية التي يعيشها الشباب. أهلا بكم. أهالي قضاء الحسينية شمالية بغداد يشكون حال منطقتهم بعد غرقها ويطالبون الحكومة بإيجاد حلول عاجلة وناجعة، فلنشاهد. هذا واقع حال الحسينية هاي السيارات، سيارة فور ويل المي مالتها نص التاير، يعني شي يمشي بالحسينية ما ندري، غير نفتهم شي يمشي بالحسينية شي نجيب لها همر. حتى تشوف العالم المي عابر على السايدين، هذا السايد غرقان وذاك السايد غرقان والعالم واقفة على الرصيف. حتى تشوف وين تمشي الوادم وين تروح العادي ما دخل شوفنا زوالق شوف الوادم سألت الرصيف قامت تمشي بسد المحلات، هاي كلها نقار وبحيرات. هاي الحسينية، الحسينية ام الخير. الحمد لله الحمد لله. بعد أن جمعت أمانة بغداد من كل بيت عراقي مبلغ 750 ألف دينار عراقي، أي ما يعادل تقريبا 600 دولار أمريكي، لغرض إعادة هيكلة خطوط الصرف الصحي، نشاهد مع حضراتكم الآن مشاهدينا الكرام منطقة بوب الشام شمال العاصمة بغداد. الله، هاي بوب الشام، خير الله، هاي بوب الشام، بركة الله. ليش ليش حرامات؟ هذا خيرنا، خليتونا بعد شنو؟ الله يخليكم ولكم، هذا بركتنا خيرنا كان ضميرنا. ليش ليش خليونا؟ الله يخليك، الله يحفظك. ربع دينار ماكو، حتى خردة ماكو، صرف ماكو. الله أكبر، هذا نفطنا بركتنا خيرنا، هذا ضميرنا. ليش ليش ولكم انتم دولتنا؟ لا الله يرضى، لا محمد علي ولكم. الله أكبر، ليش ضميرنا حتى خليتونا؟ هاي تعشوا طير، هذا الطين الطين المي المكسور حتى العبي. ولكم انت امينة بغداد لما دقيتوا صدركم؟ تعالوا لما استبليت سوي مجرنا راح اتولت وليت ام وليت جنة. لا الله يا اخي، لا الله يرضى، لا محمد لا علي. خربتها ما عمرها كيف سويتوا منها؟ هسه تعشوا بواد الابي. امينة بغداد، امينة بغداد، تدري انتم دافعين 750 من كل اي؟ لا ليش ما تدري؟ هي اجت ودقت صدرها وتعشوفوني علي التبليط، علي التبليط. يعني ليش؟ لا الله يرضى. تعالوا شويه، تعال شوف كسه هذا. امينه بغداد ذكرى على الوش، هذه اكثر من 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 مواطن يقول. زين تعال هسه انتم عندكم علم ب 750 الف مواطن يدفع من كل بيت 750 حتى يسوي مجاري؟ هذه مخالفه قانونيه، مخالفه قانونيه بحقك انت، حقك انت مخالفه قانونيه. كيف مواطن عراقي يدفع 750 الف دينار من جيب الخاص حتى يسوي هو مجاري؟ موكو دارة مجاري؟ بلديه الشعب وينكم؟ بلديه القسم في الشام وينكم؟ هذا واقع فرع، هذا فرع عام، هذا فرع عام، هذا واقع منطقه، هذا واقع منطقه. بس ويا من تحكي، هاي تحكي ويا مسؤول، مسؤول حقيقي عراقي، ما قاعد تحكي يا ناس لفوا على العراق، والله لفوا انتم على العراق. نستمر في هذا الملف ونتابع مع حضراتكم مشاهدينا الكرام حال مدينة الرميثة في محافظة المثنى. السلام عليكم، تحية على الشعب العراقي بمناسبة هاي الفيضانات. وانا وزير ما يسمى وزير البلديات ووزير الاعمار، نعرف على الكراسي على المناصب على فوق هذيك، وهاي اللي عيل يسلحوا قدام الدول عيب. صور صور شو راح مالتهم، صور يعني اما في توجه رشيد كما قال احد الانبياء. اي عادي يعني ما تحاسبون، والله العظيم تحاسبون ان شاء الله قريبا.
الجوع ان شاء الله طيبه، وراح ناخذ منكم كل اللي فوقكم من بلدنا. وين حجي عدنان الوكيل الاقدم؟ وين الحجي ابو حسنيه؟ يلا خلينا صور خلينا نشوف ابو حسنيه. يلا ما شوف الرمويه ليه؟ يلا ما تقربع مشوار. صور عشان فضايحهم. وين المباقر؟ وين البداش؟ خلينا نشوف. صور عشان فضايح مالتهم. بالاخر كما قال الفتى لا حياء لما تنادي. بس ان شاء الله هاي واحد يشوف الفيديو ونادي ان شاء الله واحد مثل ما نادي. وانا على عبد الله صالح حق خليك حضروا لي ثقافات هاي الشيء المسرحيه ومش الدوم بس ان شاء الله حجابكم قريبا باذن الله تعالى. نستمر مشاهدينا الكرام بملف هطول الأمطار وفيضان كثير من المدن في العراق. لم تتجاوز مدة سقوط الأمطار في مركز مدينة الناصرية شارع الحبوبي تحديدا مدة 15 أو 15 دقيقة، لكن الأمطار أخذت بالصعود والارتفاع فوق الأرصفة سببت غرق هذه الشوارع. فلنشاهد. شارع الحبوبي أكثر شارع تجاري بالناصرية، المطر صعد على الرصيف، الرصيف ارتفاعه 40 سنتيمتر والمطر صعد عليه، وهاي السيارات غرقت وعالم عندها مرضى. ليش ماكو امطار؟ هاي شوفت عينكم المطر صعد على الرصيف، هذا حتى الرصيف غرق. هاي العالم اللي جاي الحبوبي كلها عندها مرضى وناس تعبانه وناس. هاي مطره شويه غرقت الناصريه. هذا احسن شارع بالناصريه، شارع الحبوبي. وأيضا لدينا غرق شوارع منطقة الدير في البصرة بعد وقت قصير على هطول الأمطار التي طبعا ضربت عدة محافظات. عودة الأمطار في ناحية الدير فيضان مو طبيعي، لا كورسفي ولا جزرة، ما يدخل البيوت، بحيرات صارت. عودكم وجاري جديدة توا سووها بالدير، مجارة جديدة توا سووها 2013، بحيرات كبيرة جدا. شط العرب أمطار فيضانية. طبعا خلاصة هذا الملف، الأمطار بكل مكان في العالم هي نعمة، طبعا نعمة من رب العالمين قبل بعدها أن تكون نعمة على البلدان التي تهطل عليها لاستفادة هذه البلدان ذات الأمطار الغزيرة من كمية الأمطار الهاطلة. طبعا أنا لست خبيرا اقتصاديا أو خبيرا في جيولوجيا وما إلى ذلك، لكن يعني الواضح والمعروف أن هطول الأمطار يستفاد منه في البلدان المتقدمة، البلدان التي يعني تقدر المواطن وتقدر ثرواته وتحترم هذه الأمور، تحترم البيئة طبعا وتحترم كل خيرات هذا أو البلدان التي تعيش فيها. هناك استفادة كبيرة دائما تكون لمياه الأمطار طبعا بتغذية الأنهار وباستفادة بأمور أخرى بالتصريف وغيرها، لكن في العراق الخدمات والبنى التحتية منهارة وبالتالي تفيض الشوارع دائما بمياه الأمطار وتحدث هذه الفيضانات وغرق للمنازل وتدمير للحياة بشكل عام في العراق. يتساءل بعض العراقيين أيهما أفضل، جدر قيمة أم إكساء لشارع مدرسة؟ طبعا النداء أو السؤال لا يخص أعضاء مجلس محافظة الديوانية لأنهم مشغولون بأخذ قطع أراضي من البلدية ويخفون المزايدات كما يقول العراقيون. هذا الفيديو من الديوانية، دعونا نشاهد. أيضا نتابع حال طلبة مدارس البهادرية في محافظة البصرة بعد غرق الشوارع. أنا
طبعاً استطاع هؤلاء الطلبة أن يذهبوا إلى المدارس، فهناك طلبة آخرون لم يستطيعوا الذهاب إلى المدارس بسبب فيضان مدارسهم. إغلاق مدرسة ابتدائية بسبب فيضانها وغرقها في محافظة ذي قار، فنشاهد. مدرسة الشرقية اليوم الثلاثاء هاي من الشرقية هذا حالها وهذا وضعها. اليوم العطلة من عندي أنا، طيب عطلة الأطفال كلها ومسؤولين موجودين هنا بباب الدارة، يعني حتى هاي الرسالة توصل على طارش. أنت أحد المعلمين في هاي المدرسة، تقبل هسه أنت بالدرجة الأولى من محافظ، تقبل هاي المدرسة؟ تقبل ابنك في هاي المدرسة يعيش؟ يلا شوف هاي مركز المدينة الشرقية، شوف هاي جد الرابطة ما هاي مدرسة الشرقية حالي، شلون فايضة؟ أنا ما أقدر أجيب شلون؟ يقبلونها؟ يقبلها هسه مدير التربية؟ يقبلها المحافظ؟ هاي رسالة يوم العرض طارش، لأن يعني أنت بحث عنصر في هاي المدرسة وحقها عليك، وحقها عليك، ليش أنت ليش؟ هاي المدرسة فيها فايضة، ليش؟ هو هاي أجيالنا؟ يمكن أروح هناك أغرق، أنا ما أقدر، ليش؟ الله يقبل عليكم؟ ليش؟ وخابر عادل الدخيلي على سيارة يجيهم سيارة واحدة وما داخلة لحد الآن؟ يعني مسؤول عادل الدخيلي يخابرون على سيارة وما يجيزها؟ عمي أنا هسه أنا هسه أنا هسه الآن هسه سيارة أجر على حسابي واسحب هذا الماي كله، بس ما يقبلون. قلت لهم حاجة، قلت لهم أنا راح أجيب السيارة واسحبها تكسر، ما قبلوا. عمي ليش هاي البهدلة؟ ليش أنظلم؟ حرام عليكم. اليوم الثلاجات والرحلات كلها انتهت، يجوز حتى ما تصير عطلة. اليوم انطيت عطلة جو الأطفال، قلت لهم المدارس طيتهم عطلة. باب الإدارة هذا وهاي المدارس، شوفوا عمي، شوف هاي المركز، هذا المركز على طارش. أنا دكتور هنا اليوم، أنت الرئيس يم المحافظ، وهاي مدرستك، أنت مدرستك ماشي عقبة ترجع لها، تقبل أنت أولادك في هاي المدرسة؟ ليش؟ عمي احنا في شمال نريد نوصلكم فكرة، والإمام علي ما خاف، والإمام علي ما خاف، والإمام علي ما خاف، ليش هذا الدمار؟ ليش؟ اللي بولي التحتية صفر مالكم، الله ينتقم من عندكم. عمي دمرتوا العراق وطلعوا من عندي، ما تفيدونا. تعال شوف بعد أن تصدر العراق قائمة الدول الأكثر التي تأخذ عدد أيام من الإجازات في السنة، وبالتالي هناك غياب كبير أو بأيام كثيرة للطلبة، تأتي هذه الأمور طبعا المتعلقة بالبنى التحتية والخدمات لترفع أو تزيد من معدل غياب الطلبة أو ابتعادهم عن التعليم، وبالتالي يضعف مستوى التعليم في العراق أكثر مما هو ضعيف. هذا تدمير لأجيال قادمة كثيرة، تدمير لعقول ربما كانت قد باستطاعتها طبعا أن تخدم هذا المجتمع، لكن لا فرصة لهم في ظل وجود فساد، في ظل وجود مجالس محافظات فاسدة، محافظين فاسدين، وتتدرج هذه المناصب إلى أن تصل إلى رئيس الجمهورية. كلهم متهمون بالفساد في بلد سيطر عليه السراق كما يقول العراقيون. فيديو من أحد المشاركين طبعا من منطقة سن الذبان يوضح فيه تسمم جزئي لبعض أقفاص الأسماك أو ما يعرف بتعفن الخياشيم، علما طبعا أن مرض تعفن الخياشيم انتشر في مناطق سن الذبان والصقلاوية والمحامدة، فنشاهد. ها؟ سوى مقطع على كل سوى مقطع. صوت مقطع؟ ايه. عايز تشوف هذي الشيء. وأيضا فيما يخص الثروة السمكية في العراق، نتابع تأثير السم على الأسماك في نهر الفرات.
ننتقل إلى موضوع آخر، موضوع مهم للغاية، مرتبط ارتباط وثيق طبعا بالوضع الذي يعيشه العراقيون وبحال العراق كبلد. طبعا هذه الحالة التي سنعرضها لحضراتكم أي حالة قد تكون من الحالات الخاصة الموجودة في هذا البلد، ولكنها تدخل ضمن إطار الانتحار، الانتحار المنتشر الآن بكثرة في العراق، حالات انتحار كثيرة، فئة الشباب هي الفئة الأكثر محاولة للانتحار، ولكن هذا الفيديو عن طفلة حاولت الانتحار متأثرة بلعبة إلكترونية، فنشاهد. من نجي احنا نطب او اخواتها يقولوا لي ماما باعي ليش تباوع؟ اجعلها راسا اجاها طالعه من التغذيه. طالعه من تتفرج هاي ان شاء الله تهادي اطفالي يلعبون يوم هذا. من نشوف امارات كانت يعني هي تلعب حوالنا جوا البطانيه من الاثنان. زين انتم تشوفون بالهستوري التاريخ مالت الفيديوهات انه مشاهده كذا فيديو؟ لا لا هي على تليفونها الخاص. الأطفال يمكن أن يتأثروا بهذه الأمور، لكن الشباب العقول الواعية الناضجة، هنا تكمن المشكلة في العراق. حالات انتحار كثيرة وكبيرة جدا بفئة الشباب، بين فئة الشباب، بسبب الظروف الاقتصادية، بسبب الأوضاع الأمنية الموجودة، بسبب الضغوط الاجتماعية الموجودة في العراق، محاولات كثيرة، منها من باءت بالفشل ومنها من نجحت لصاحبها طبعا، وهي خسارة طبعا، خسارة له بالدنيا والآخرة، وكذلك خسارة مجتمعية بسبب هذه الحالات التي تشوه صورة المجتمع الذي لم تكن فيه هذه الأفكار قبل عام 2003، لكنها انتشرت بكثرة مع دخول كثير من الأشياء التي دمرت عقول الشباب. إنقاذ شاب حاول الانتحار في مدينة الفلوجة باللحظات الأخيرة في ظل طبعا تزايد حالات الانتحار بشكل مخيف في عموم العراق والمحافظات الجنوبية تسجل أعلى المعدلات. دعونا نشاهد. وانا لك 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 لزمة لزمة عشت ديتكم عشت ديتكم ابطال شاف راديا. اهلا بكم مشاهدينا الكرام. صفاء مهدي فارس هو ناشط مدني اعتقلته القوات الحكومية بتهم متعلقة بأنه تظاهر وندد بالفساد وخرب العراق وخراب العراق طبعا، كما تقول الجهات الأمنية التي اعتقلته أنه تحريضي، أن هذا الشخص شخص تحريضي قام بكثير من الأعمال التي تثير البلبلة وتهدد الأمن والاستقرار في العراق. دعونا نشاهد صور صفاء الذي اعتقلته القوات الحكومية. طبعا هذه صورة له في إحدى المظاهرات، طبعا هو ناشط مدني مساهم في كثير من المظاهرات، له رأي وله حرية في التعبير عن رأيه، لكن لا حرية للتعبير عن الرأي في العراق، هذا هو واقع الحال. يعتقل من يكون صاحب كلمة مؤثرة، يعتقل، يغتال، يخطف، يعني كثير من الوسائل التي بها يمكن أن يسكت الصوت الذي طبعا يصدح بالحق في العراق. عموما دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على هذا الموضوع. إبراهيم علي يقول: الحرية للناشط صفاء مهدي فارس الذي حكم عليه بالسجن لمدة 4 أشهر لأنه أهان أحد الرموز الحكومية. القضاء العراقي يلاحق الناشطين ويحكم عليهم بالسجن ويترك الفاسدين والقتلة أحرار. صفاء مهدي فارس كان يمارس حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي. في تعليق آخر، حميد البديري يقول: على أعتاب 70 من العمر والعراق همه الأول والأخير، أحبتي باسم العراق الصابرين ادعموا هذا العراقي وارفعوا أصواتكم المطالبة بالحرية له. أثير العامري يقول: عندما يحكم شخص يحارب الفساد ويطالب بالتصحيح ويحاكم شخص يحارب الفساد ويطالب بالتصحيح وتلفق له مادة دون ذنب، فقرأ الفاتحة على العدالة في العراق.
في تعليق آخر غسان الشبيب يقول: إلى كل حر وطني يؤمن بعراقيته أن يقف مع هذا الثائر الذي دأب الدفاع عن كرامة العراقيين. الحرية للمناضل صفاء مهدي فارس، العار للأوغاد. ولدينا أيضا ضمن التعليقات عادل السعيدي يقول: قرار الحكم على الناشط المدني البطل المعروف ابن بابل صفاء مهدي فارس بالسجن 4 أشهر بدعوى التشهير يعد قرارا ظالما مجحفا لحرية الرأي والتعبير، لذا نستنكر وبشدة هكذا أحكام تنال من المتظاهرين وتبتعد عن الفاسدين السراق. ولدينا في آخر التعليقات ماهر يقول: الحرية للناشط المدني المتظاهر صفاء مهدي فارس ابن بابل العتيد، والذي حكم عليه لمدة 4 أشهر بتهمة التشهير بأحد مسؤولي المسيب. ستكون هناك وقفة أمام القضاء في الحلة وسيتم الإفراج عنك بإذن الله. خطوط حمراء كثيرة موجودة في العراق توضع من أجل منع الأشخاص، منع المواطنين من التعبير عن رأيهم، منع المواطنين من انتقاد هذا المسؤول أو ذاك. من ينتقد المسؤول والمسؤول انتفض، المسؤول يصب جام غضبه على هذا المواطن البسيط الأعزل الذي يتحدث فقط باللسان، لا يملك ميليشيا مسلحة كما يملك المسؤول، لا يملك فرق موت كما يملك المسؤول، لكنه فقط يتحدث باللسان. اللسان ممنوع، الحديث ممنوع، والصوت ممنوع كذلك في العراق. هذا هو لسان الحال الذي يعيشه أو الذي ينطق به المواطن العراقي يوميا، وكذلك هذا هو الواقع الذي يعيشه المواطن العراقي. نراكم بعد قليل. بفقرة الهاشتاج نفوق أسماك العراق والوسم الذي تفاعل معه النشطاء على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، نتابع التغريدات التي جاءت على هذا الموضوع. ميرزا ياسر يقول: نفوق أسماك العراق راح يمر مرور الكرام لأن جماعتنا ملتهين يقسمون الكعكة بيناتهم. في تغريدة أخرى عادل العماش يقول: يا ترى لو تم التعرف على السبب الحقيقي وراء الكارثة ما هي الإجراءات التي سوف تتخذ؟ ولدينا أيضا نظير يقول: في وطني حتى الأحياء في الماء لحقها الظلم كما لحق الأحياء على الأرض، كم وكم وكم من الظلم في وطني. وفي آخر التغريدات لدينا عباس أو العباس يقول: العباسي يقول: دمروا البنى التحتية وعطلوا الصناعة، قتلوا وهجروا العقول والعلماء، صحروا الأراضي وحاربوا الفلاح، وأخيرا وليس آخرا الثروة السمكية بعد الثروة الحيوانية، والأهم من كل هذا فرقوا المجتمع وسرقوا خيراته وباعوه بأبخس الأثمان أو باعوا بأبخس الأثمان تراثه. طبعا هذا جزء بسيط جدا من تفاعل النشطاء العراقيين على هذا الوسم. الموضوع خطر للغاية، الموضوع يهدد الثروة السمكية في العراق، بلد النهرين مليء بالأسماك، مليء بهذه الخيرات، يفقر الآن أو يفقر الآن بسبب أيادي تعبث بأمنه وباستقراره وبثرواته. وصلنا طبعا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام، أشكركم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.